السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كواليس إنقاذ حياة أسرة بمدينة نصر. الولعة طالعة من كل حتة في الشقة. سرعة وصول رجال الحماية المدنية إلى موقع حريق شقة مدينة نصر حالت دون وقوع كارثة كانت تهدد حياة قاطن الشقق المجاور. بلاغ تلقاه رجال الحماية المدنية بالقاهرة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمدينة نصر. هرعت على الفور قوة ضمت 3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت في شقة بالطابق الرابع وحاصرت أسرة مكونة من 3 أفراد بداخلها. توجيهات سريعة من مدير الحماية للرجال الدفاع المدني بمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي الطوابق فضلا عن سرعة السيطرة على الحريق. وكللت جهود رجال الإطفاء بالنجاح في إنقاذ 3 أشخاص بينهم سيدة قاعدة فيما تم السيطرة على الحريق دون امتداده للشقق المجاورة وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران وجرى تحري المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. اليوم 10/7/2022 في مدينة نصر في القاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.